بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعرف على برنامج انسايت 360. ده البرنامج دوت بينزل الادنس بيسطبه فبيظهر معاك في الانالايز. ده بيعمل تحليل للحرارة والبرودة واللايتنج والسولار للمبنى، تمام. هو البرنامج سهل وبسيط جدا، بياخد المعلومات الموجودة عندك ويبدأ يقيمها، وتقدر تعدل بعض القيم بحيث تبدأ تشوف التأثيرات هتبقى قد ايه في التوفير او في الطاقة. طيب في البداية لازم اكون محدد اللوكيشن بتاعي، ده محدد المكان اللي هيبقى فيه المبنى على اساس يبقى عارف درجة الحرارة قد ايه واشعة الشمس وكل المعلومات ديت. بقول له كرييت انرجي موديل، فبيبدأ يعمل لي انرجي موديل للمبنى دوت. بعد كده بقول له جنريت، بقول له استخدم المعلومات اللي موجودة في المشروع. بعد كده هقول له هيتنج اند كولينج، بيقول لي لسه هو بيعمل جنريتد، استنى شوية بليز تراي اجين ليتر. نجرب تاني، نقول له هيتنج اند كولينج، فبيبدأ يجيب لي تقرير بالأحمال وكل التفاصيل اللي أنا عايزها، ملخص للمشروع بالبيلدينج سامري، كل زونة بيجيب المواصفات بتاعتها، السبيس. بيبدأ يجيب لي كل حاجة خاصة بالهيتنج اند كولينج. طيب دلوقتي هندخل على اللايتنج. بيبدأ بيقول لي ويلكم تو انسايت لايتنج انالايز كول سيرفر سيرفيس اوف فور ريفيت. بيقول لي ابدأ حضر المعلومات، ان انت مثلا هتدخل معلومات اللوكيشن، شغل المانج انالايز كوست. بقول له اعمل لي انالايز جديد، هو بيبدأ ياخد المعلومات اللي موجودة في داخل المبنى اللي احنا حطيت، انت مثلا لايتنج، حطيت الغرف كلها، بيبدأ يعمل الحسابات بتاعتها. فبيقول لي انت عايز ان نوع من انواع الانالايز الليد، هقول له اديني ليد فيرجن 4، تمام. الريزوليوشن هقول له تشيك برايس، ممكن اقول له ايميل، يعني اول ما تخلص ابعت على الايميل دوت. فهو بيبدا يخلص يعمل انالايز ويبدا يبعت لي ويبدا يبعت لي الانالايز بتاع اللايتنج. بيجيب لي رساله بيقول لي سيف بروجكت اول انالايز ار ابلودد اند رانينج. هقول له اوكي. اول ما التحليل بيخلص بيجي لي ايميل بيقول لي ادخل على الموقع هتلاقي التحليل بتاع الموقع بتاعك جاهز. فبدخل على الموقع اونلاين، بتلاقي تحليل لكل حاجة، تكلفة المبنى او اللي هيوفره، ولو انا مثلا عدلت في تعديل معين التأثير ده هيبقى عامل ايه قد ايه للمبنى. دي كلها عوامل ممكن اغير فيها بحيث تغير او تقلل التكلفة للمبنى. هنا اقدر اشوف في المبنى وانا على انترنت على اي متصفح، اقدر اعمل اوربت الف حوالي كده، تمام. اقدر اجي الف من هنا، او اقدر اقول له بدل اوربت اعمل لي فري اوربت، ابقى حر في الحركة بتاعتي اكتر. هنا اقدر اتحرك كده كأن انا ماسك الموديل واتحرك بيه، اقدر اعمل زوم ان واوت، اقدر يبقى كان في شخص موجود كده وانا ماشي على المبنى، تمام. اقدر اشوف كأن في مثلا كاميرا في التو فيو بيعمل زوم على المبنى، بغير العدسة بتاعتي.
اقدر اعمل رول دي كلها مجرد بس ان انا اقدر اتحكم في رؤية المبنى واقدر اشوفه زي ما انا عايز. ماشي. اقدر ان انا اعمل سيكشن انالايز بحيث ان انا اقدر اعمل له موف، ابقى شايف انهي جزء من المبنى اللي انا عايز اخفيه والباقي كله اظهره بالشكل دوت. تقدر تخليه من اي ناحية فيهم كده. انت ضفت بوكس تقدر تشيل البوكس ده في اي وقت. اقدر اقيس مثلا من هنا لهنا ويجيب لي المعلومات اللي انا عايزها. اقدر اقول له اكسبلود موديل، يعني خلي لي كل جزء يبعد عن التاني بالشكل دوت. بيعمل المبنى كله بالتفكيك. نعم. اقدر اشوف الموديل الاجزاء بتاعته بحيث ممكن اطفي اي حاجه جزء مثلا. بيقول لي المبنى ده مكون من ايه، الاجزاء المكونه منه المبنى. ودي التكلفه لكل متر مربع في السنه. لما بنغير بعض العوامل بتلاقي الحاجات دي بدات تقل وتزيد. ده هنا الخصائص. هنا سيتنج اقدر اقول له مثلا انا عايز الباك جراوند بتاعتي فاتحه شويه او غامقه. تمام. اقدر اشوف الموضوع ده فول سكرين بحيث ابقى مركز على المبنى بالشكل دوت. تمام. تقدر بقى تبدا تشوف العوامل التانية زي مثلا الوول مثلا. تقدر دي انواع الوول، فتقدر تحدد مثلا لا ده انا مش عايز الانواع دي كلها، انا عايز انواع معينه، فالتكلفه بتتغير لان انا عايز اقل التكلفه. تمام. ممكن ننزل مثلا للتكييف اللايتنج مثلا. تبدا تشوف التكلفه بتاعت اللايتنج تقدر تتحكم فيها. التكلفة بتقل، يعني بستغنى عن الحاجات اللي هي بتتكلف أكتر وأركز على الحاجات اللي هي هتكلف أقل وأشوف ده هيأثر ولا لأ. ممكن تكون تعديلات كتيرة مش هتأثر غير في حاجات قليلة. اللود افشنسي، الاتشفاك، التكييف اهوت. لو احنا خدنا قرار ان احنا هنشغل بالطاقة الشمسية، فعايز اعمل دراسة اشوف الطاقة الشمسية توفر لي قد ايه. فبجي هنا من انسايت واقول له سولار، بيقول لي انت عايز نوع الدراسة انوال ولا عايز كاستم، هتختار حاجات معينة. والسيرفيس هل انت عايز كل الروف ولا عايز جزء معين من الماس ولا جزء معين من الروف. هقول له هنا انا عايز اعمل الدراسة، فبيقول لي عايز اعداد الشمس ولا فول انوال، وعايز انت كل الكفرش التغطية هتبقى قد ايه. وعايز البيلدينج اريا قد ايه، مساحه قد ايه، البيلدينج انرجي هتبقى قد ايه، عايز الالكتريكال كوست تكلفه الطاقه، البانل تايب الكفرج هتغطي قد ايه في المية من مساحه الاريا كلها، البي باك فلتر انت عايز العائد يبقى خلال 50 سنه ولا 10 سنين ولا سنتين، والانالايز جريد هيبقى قد ايه. فبقول له ابلاي وبقول له ابديت، فهو بيبدأ يعمل لي الدراسة ويقول لي انت محتاج قد ايه. باجي هنا بقول له انا عايز الريزولت سيتنج، عايز الانسوليشن ولا عايز بيك انسوليشن ولا عايز افريج المتوسط بتاعهم، الستايل عايز سولار انالايز انوال ولا في اليوم ولا ديفولت ولا انوال انسوليشن، بتحدد الستايل اللي انت عايزه. عايز التقرير يطلع بأني طريقة زي سي اف. فبعد كده لو انت عايز تعمل تصدير للتقرير ده بتديله اي رقم انت عايزه او اي تديله اي اسم انت عايزه، ويبقى المتر بتاعه سي اس اف. تقدر تفتحه على ملف الاكسل اللي بعد كده.